اهم حاجه سعد، سعد ما سابكوش يا ايمن، سعد ما سابكوش. ها سعد لو دخل، لو دخل يا كابتن انا هقوم اسيب البرنامج. مفاجاه دلوقتي هنخش، لا بعد اذنك ما يخشش النهارده، ده ممكن ما يستاذنناش في الدخول. لا سعد قوي، بيحب قوي. لا سعد راجل ومن كباتن الفرقه، لكن كمان روحه حلو قوي يعني. جدا جدا من الشخصيات اللي انا بحبها جدا. وهو من يعتبر من جيلي انا، من جيلك. يعني انا كنت متصاعد معاهم منتخب شباب حضرتك كنت ماسكه. من الشخصيات المحترمه جدا بره الملعب، وراجل يعني من الناس اللي هي الرجاله اللي تقدر تعتمد عليها حتى في حياتك يعني. بالظبط. يساعدك في اي مشكله ليك. انت بتضحك على ايه؟ على سعد. على سعد. بص بيبص للسقف ازاي؟ رقص كابيلو، رقص. لا عزل، عزل سعد. ما كنتش في اللقطه دي لا انت ولا هو، صح؟ لا احنا كنا بنعمل حاجات ثانيه انا وياه. بيرقصوا في حته ثانيه. لا سعد من الشخصيات الرائعه جدا وبيحب النادي جدا، وعلى فكره رقص الخواجات كلهم. قليل لما تلاقي حد من النوعيه دي. احنا بنرقص بقى بره هنا. الحاجه الثانيه اللي كنتوا بتعملوها. بالظبط. حضرتك وحضرتك. اضحك اضحك يا ياسر. دي الحاجه الثانيه اللي كانوا بيعملوها الناحيه الثانيه. فرحه، فرحه حلوه. لقطتكم جميله. فرحه جميله. طب اقول لك يا ايمن، من الحاجات القليله ان سعد كمان مش مقيد في البطوله الافريقيه، وبتحس ان هو يعني فرحان جدا. لا وروحه كابتن مع الفريق، قلبه مع الفريق. بالزبط. دي حاجه مهمه، دي من الاسباب يا كابتن اللي كسبتنا. الناس اللي بره كلهم قلبهم مع الفريق يعني. محمد محمود مصاب جاي، متولي مصاب جاي، رامي يعني. لا رامي كان معانا في الماتش، لكن انا بتكلم اللعيبه اللي جاي من بره قلبهم على الفريق. حتى الناس اللي كانت قاعده في بيوتها برضو بتتفرج. صحيح. وليد بعت لنا، وديانج بعت لنا قبل الماتش. أيوة. وشد حيلكم. وصالح كلهم يعني كل التفاصيل دي يا كابتن. هي اللي بتكسب. هسألك يا ياسر، التفاصيل الصغيره ديت يمكن الناس بتبص بس على ال 90 دقيقه، او بتبص لو في 120 دقيقه. في تفاصيل صغيره كده بتفرق فريق عن فريق، بتفرق عن الفريق البطل. صح. وفريق البطوله. الحاجات الصغيره انت بتتكلموا عليها، ان الفرقه كلها حتى اللي بره معاكوا العمال بتحس باحساس مختلف عن اي فرقه يعني انت لعبت فيها يعني. طبعا أكيد. طبعا البطوله ما بتجيش كده يا كابتن يعني. البطوله انا مش بطل من فراغ، لا. التفاصيل الصغيره ديت هي اللي بتفرق معاك في كل حاجه، في الملعب، في 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 جول. التفاصيل الصغيره ديت يجيب لك جول، يشيل جول، تخبط وتطلع. هي الحاجات دي اللي بتفرق، التفاصيل الصغيره دي. وطول ما احنا مع بعض لما واحده دي بتفرق، دي بتفرق قوي. اللي بره زي اللي جوه، اللي بيلعب زي اللي ما بيلعبش، بيبقى كل روح واحده. دي بتفرق معانا كلنا. وانا شايف دي والله في الفرقه كلها، معظم الفريق بتاعنا كله في اللي هو كله بيبقى خايف على التاني. بلعب ما بلعبش انا خايف وقلبي على اللي في الملعب، ببقى خايف عليه اكتر من نفسه والله. فدي بتفرق معانا الحمد لله.